الحقيقة يعني هي دي فريضة الفضيلة الغائبة اللي هو الاحترام. فاكرين احنا يعني اتكينا كتير على الحكاية دي في حلقات سابقة، لانه هدفنا فعلا تسود المسابقة وتسود الملاعب نوع من الاحترام بين كل الاطراف، هو ده المطلوب وهو ده الهدف وهي دي الرياضة، ولهذا جعلت الرياضة ولهذا تلعب الرياضة، ان الناس تحترم بعضيها، الكسبان بيحترم اللي خسر واللي خسر بيقدر اللي كسب، مش ابدا الشكل اللي كان او اللي لسه فيه بعض بقاياه موجوده. كلام الكابتن احمد حسام ميدو باحترام شديد عن مدرب زي بيتسو موسيماني خلى بيتسو موسيماني هو اخر يرد في تويتر له عن تقديره لميدو. فقال موسيماني في التويتر: عندما يعطي اسطوره مثل ميدو الذي لعب كره القدم على اعلى مستوى رايه عني، لا يمكنني الا ان اتواضع واقدر ذلك حتى لو كانت تعليقاته سلبيه، فساعتبرها نقدا ايجابيا لتحسين عملي. بصوا اللغه المحترمه، بصوا التقدير، بصوا تقديره لميدو كنجم احترف وعنده راي، وقال لك حتى لو رايه فيا سلبي انا موافق انه ده هعتبره جزء من النقد الايجابي اللي بيدفعني ان انا احسن عملي او اطور نفسي او اصلح اخطائي. هي دي اللغه المحترمه، انما مش تسمع واحد يقول لك ده ما عندوش فكره كده، ده كفتاجي، ده ما اعرفش ايه، بمنتهى الاساءه والهكس في الاساءه لمدرب، مع انه ده مدرب وده مدرب وده مدرب. واحنا قلنا كتير يا جماعه انقد الموقف، انقد المدرب في المباراه، اتكلم على ادائه، لكن في المطلق فجاه طلع مدرب خد بطوله دوري ابطال افريقيا وخدها حتى مع سان داونز وعمل كل النجاحات، يطلع انه ما عندوش فكره كده بالسهل؟ لما بيقول واحد زي ميدو رأيه عنه بإيجابية الراجل بيتقبل حتى لو كان الرأي سلبي. هي دي اللغة المحترمة. اللي بالمناسبة واحد زي المدرب فييرا يا باشمهندس لما سئل في مقابلة هنا في مصر لما جه مع النجم الساحلي لمواجهة المقاولين، وبالمناسبة فييرا مشي كمان من النجم الساحلي، لما سئل عن موسيماني واللي عامله في الأهلي وعن لقاء دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك، شوفوا فييرا اتكلم باحترام ازاي وهو راجل. قبل ما تشوف فييرا موسيماني علق تعليق كنت اتمنى ان اسمعه منه. فقالوا هو تقديره للكابتن ميدو عشان الكابتن ميدو اشاد بيه، طبيعي واحد يقول لك ما واحد بيشكرك هتقول لي ده عليه اسطوره. قال حتى لو اتكلم عليا بشكل سلبي سوف اتعلم منه لانه سوف يكون موضوعيا. دي اهم نقطه، انك يبقى عندك هذا الاحساس وهذا الاستعداد. موسيماني راجل عارف كل كلمه يقولها تاثيرها ايه، ودي جزء كبير جدا من نجاحه مع لعيبته.